الطريقة هذه في فئة عندك في المجتمع ممكن إنه توجههم خاطئ. أنت بالعكس ادخل شبكات التواصل الاجتماعي وشوف كيف يفكرون. طيب عبد الله حبيبي، ما تشوف إن شيء طبيعي الموضوع ده؟ لمسألة أنت تقول كومنتات فيها ناس كذا وفيها ناس كذا. المشكلة المجتمع فيه كل الأصناف. في الكومنتات تجد كل الأصناف، يعني شيء طبيعي. تجد كل الأصناف في الكومنتات، لكن إنهم يتلاقطون أو يتقاذفون، تمام؟ هنا المشكلة الكبيرة. المشكلة كل واحد ما يسكت، كل واحد يقول أنا بجيب أقوى منه. فتبدأ الموضوع. تبدأ المواضيع. المشكلة الأكبر وين؟ مو هنا. إذا كان يتكلم باسمه ويقذف باسمه هذه تعتبر عادي. ما تعتبر. المصيبة إذا كان يتكلم بيوزر وهمي. هذه المشكلة إنه أنت تقدر، أنت قلت الآن إنه عادي، هو مو عادي. لا أنا إحنا للأسف تقبلنا. إحنا للأسف تقبلنا إنه هذا الشيء عادي. لكن للأسف هو مو شيء عادي. طيب عبد الله، قذفك تكلم عليك الله يهديك جزاك الله خير. أنا أقول عادي لأنه يتكلم عن تربيته، لأن هذه تربيته، هذا شخص معروف. حتى لو تربيته. لكن شخص غير معروف هنا المشكلة. شخص غير معروف يوزر وهم. للأسف إنه البعض يعني تعاملهم صراحة، يعني النقاش في هذا الموضوع جدا يطول. خلوني أرجع للشيء الأساسي. كيف طفل عمره 10 سنوات تخليه معاه جهاز، معاه جهاز راقبة؟ حلو. كيف طفل عمره 10 سنوات يستخدم شبكات التواصل الاجتماعية؟ شبكات التواصل الاجتماعية الحد الأدنى ببعض شبكات التواصل الاجتماعية 13 سنة. المفترض انه الطفل او الشخص ما يستخدم الانستغرام او سناب شات اذا كان عمره 13 سنة. اليوتيوب التصنيف العمري له 17 سنة واعلى. اليوتيوب تصنيف العمري إذا ماني واهم يا 15 17 سنة وأعلى. لكن للأسف إحنا الآباء والأمهات حاطين الأجهزة مع الأولاد ويلا. طيب سؤال، هل في حل تشوف في حل مثلا ينفع للأهالي بدون مثلا ما أتضايق مثلا أو ما أضايق ابني أو بنتي؟ أنت أنا ما أقول لك، شوف بخليه أقول لك يا أستاذ، يواكب التقنية، ولكن هل في برنامج معين هم يواكب التقنية، هم يعطون عشان يفكون منه؟ بالضبط. احنا هنا المشكلة. انت خلي يواكب التقنية، لكن انه لازم تكون في رقابة. للأسف انا موقف انه اي احد يرسل لي شيء في سناب شات، موقف انه اي احد يرسل لي اي شيء. انا احيانا تنزل بعد التحديثات، فانا اضطر اني افعل انه استقبل من الناس حتى اجرب بعض المميزات الجديدة. الاطفال قاعد يستخدمون بعض حساباتهم بطريقة لا اخلاقية جدا بشكل ما تتصوره. أعطيك المصيبة الأعظم اللي أنا واصلتني قبل 3 شهور بالضبط. تمام، قبل 3 شهور في الضبط الساعة 2 جتني رسالة. كنت صراحة يعني أنا بالعادة يعني أنا 12، لكن ذاك اليوم أنا منت صراحة، يعني كنت جالس يوم ويكند وكذا، وراجع من استراحة الشباب وجالس وقاعد أطقطق أشوف إيش الناس قاعد ترسل وإيش الناس، يعني أطلع على بعض الجديد، لأن أنا لازم يوميا أقرأ كل الإيميلات اللي قاعد توصلني. فصلتني رسالة غريبة من أم تستنجد إنه بنتها عمرها 13 سنة 14 سنة متعرفة على واحدة في السوشيال ميديا، كلهم نفس الأعمار، حصل بينهم خلاف، طفلتين حصل بينهم خلاف، قامت الثانية أخذت صورها وفتحت حساب ونشرت الصور فيها. أنا ما ألوم أطفال صح. العيب فينا إحنا، عليهم عتب صحيح، اللي إحنا ما علمناهم الشغلات هذه، إنه إحنا ما تكلمنا معاهم. والله المشكلة كيف حليتها؟ رحت للطفلة اللي نشرت الصور، قلت لها ترى أنت إذا نشرت الصور ترى القانون، هيئة التحقيق والادعاء العام تقول إنه موجب هذا الفعل للسجن أو القبض عليه أو غرامة، يعني قانون طويل عريض صراحة، بس إنه في إيقاف قانون فعلي، يعني موجود. قانون موجود، ادخل على تويتر حق هيئة التحقيق والادعاء العام تلقى التغريدة هذه موجودة عندهم، إنه نشر صور شخص آخر موجب للتوقيف، وفي كلام كثير للأسف أنا ما أحفظها بشكل نصي. وصلت لها التغريدة، البنت انخبصت، قامت احذفت الحساب، ارسلت رسائل اعتذار طويله. الموضوع مو اعتذار، خلاص الموضوع هذا انحل، لكن انه الفكره نفسها انه 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 اهمالنا للاطفال في استخدامهم للحسابات هذه او اعطانهم الثقه الزايده من دون توجيه من دون شيء وصلنا لهذا الشيء. صحيح. انه اختلفوا على نقطه معينه على شيء تافه جدا، قامت واحدة راحت انشرت صور الثانية. طيب الحين عبد الله حنا على وقتنا، يمكن لو تشوف خويك معه مثلا على وقتنا سيجا، تذكره سيجا لازم كل واحد يصير معه جهاز نفس خويه،
تطورت الحين المسألة، صار الحين اللي ما معه مثلا جوال ولا ما معه ايباد ولا ما معه، شوف يصير في مشكلة. انا اختي الصغيرة عندها ايباد، يا سلام، لكنه احنا في رقابة، في رقابة على الموضوع، يا سلام، في رقابة شاملة على الموضوع، وش تشوف وش ما تشوف، صحيح، وين رايحة، وين في برنامج، هذا السؤال صحيح، في برامج كثيرة لكنه صعب اني انا اسردها لك الان. لا لا، برنامج يسوي رقابة على، ما شوف، انه انت بامكانك انك تروح مثلا بالايباد او الايفون، تروح الاعدادات عام القيود، وبعدها تفعل القيود من هناك، انه مثلا ما يثبت برامج جديده، ما يدخل بعض المواقع، بامكانك انك تطفي بعض المواقع ما يقدر يدخل عليها، مهما حاول ما يقدر يدخل عليها. الاعدادات هذا في الاعدادات اللي هو الاعدادات عام القيود يطفي هناك. كان كمان تعطيهم هم رساله بعد بانه يروح يلغي التفعيل هذا، ما يقدر يفعل، لان يعني يكون عليه رقم سري، رقم سري، يعني الابوين يقدرون يحطون عليه رقم سري. تمام تمام تمام. طيب، فالموضوع فيه بالخيار، يعني لو الاب والام دخلوا بس السوشيال ميديا وبحثوا يلقون اشياء كثيره. للمعلومية أنا أقول إنه شبكات التواصل الاجتماعي مفيدة، قد تكون فيها فائدة للمجتمع ككل، ويا ما شفنا أطفال أفادوا واستفادوا من شبكات التواصل الاجتماعي، لكن الثقة المفرطة أو طريق أو إعطاء إنه أنت يستخدمه بكل شيء، هنا المصيبة الزائدة. صح، بأشير شيء بس، أنا عندي ولدي الله يحفظه، الله يبارك فيه، بارك الله، خمس سنوات الولد عنده جهاز بلاي ستيشن، طبعا اعتقد لسه جالسين يطلبوني، نبغى جوال، نبي كذا نبي كذا، انا ماني قايل لا، بالعكس بجيب لهم، لكن الان بمشي معاهم خطه، اذا تنصح انت بعد الموضوع هذا، بمشي معاه بخطه، باني قلت له ما يطلع اول شيء الجهاز هذا خلال ايام الاسبوع الا يوم واحد بس، يعني البلاي ستيشن الان ما يطلع عندي الا يوم واحد بالاسبوع، عرفت؟ فكاني الان انا يعني اللي ببالي بعوده، يعني بعوده على شيء انه في وقت محدد يطلع فيها الجهاز. مو بس كذا، انه انت تعود الطفل، انه تعود الطفل انه فقط يستخدم السوشيال ميديا وما يتركها، او يستخدم الاجهزه ويظل رهين لها، هذه مشكله كبيره. المفترض لازم يسوي اشياء حركيه، لازم يحرك عقله، لازم يعتمد على شغلات، فسدد وقارب. صحيح. في نقطه اشمل شوي، وانا جاي هنا كانوا الناس يسالون يبغوني اتكلم عنها، اللي هو سناب شات نفسه، وش وضعه، وش صاير فيه، التحديث الجديد، التحديث اللي كمان والله يجنني، حط راجح ليطلع سعود فهد. ايوه سناب شات بعد التحديث الجديد ضاف المكالمات الصوتيه للتطبيق، حلو، لكن انه فيها مشكله بسيطه، انه لو انت شخصيه مؤثره عندك متابعين واجد، كل الناس تقدر تتصل عليك. صحيح. الا انك لازم توقف انه احد يرسل، ما يتوقف المكالمات لحالها، لا هي لازم توقف كل شيء. يا ناس الاصدقاء، ورقت كلامك، اكبر مستخدم لسناب، الله، احنا الجديد مدير سناب، هذا ضيفنا الحبيب، حيو، مرحبا عليكم، الضيف بالمرحبا يستقبلونه، يا سلام، هذه كلمة راجح، الله يبيض وجهك، نشكرك على هذا. السلام عليكم، لا لا جاهل، هذا صديقي، صديقي كيف يكرم كرم، هلا وسهلا، هلا مرحبا، هلا وسهلا، السلام عليكم، ايش اخبارك؟ اهلين، اهلا اهلا بالشيخ، يا مرحبا، اي والله، مستحيل، اهلا وسهلا، يا خالد استاذ، يلا حي مكرمكم الله، استريح محمد، استريح محمد هناك، استريح استريح استريح، ورك عجل لحقينا هناك، استريح استريح، يلا حي ويا هلا وسهلا، هذه ايش ذي؟ هذه مصابيب من محمد لكم، ترى كلكم، الله يوجهك، الله يوجهك، لو احنا متاخرين بس عاد وش نسوي؟ يلا ابو محمد، شلونكم طيبين؟ يا مرحبا، كيف الحال؟ مرحبا مرحبا مرحبا، يلا حي، يلا حي ابو محمد، الله يحييك ويسلمك، جزاكم خير، هلا وسهلا، مرحبا، استريح عبد الله، استريح، يا هلا ابو محمد، الله يحييكم، يا هلا والله، يا جي منور المحل، بنورك والله، وجود اليوم، الله يجزاكم خير ويسلمك، ساعات والله، والله احلى مفاجاه، الله يبارك، من راس الناس في الجوال طال عمرك، قمعنا مفاجاه ضخمه، انت اضخم من المفاجاه بعد، الله يجزاكم خير، هذا والله من طيبك، يلا حي ابو محمد، الله يحييك مليون، الله يحييك ويجزاك خير، والضيف بالمرحبا يستقبلون، وعندي لك ترحيبيه للقناه ولك بيض مليون، اول شيء بشكرك على انك استضفت عندك وجمهورك على تاجن على الراس طال عمرك، وانا برسبك حق بس عاد انا برتبه حق لاني انا ليه السم، شوف انا ترى الشيب هذا طال عمرك ما هو بشيب كله كبر، انا خواف وطلع الشيب من ايش؟ من وش؟ وش ابو محمد؟ من الخوف، انا ما بجري، ايوه من كل شيء، من كل شيء، يخاف من كل شيء، لكن توسط لك واحد عزيز على قلبي، من هو؟
أم سليمان الوالدة الله يبيض وجهها. إيه تقول والله أنا قلت بركب حق، ما عندي مشكلة إني ركب حق الرجال، قالت إذا وأنا رجال توي ما بعد وصلت الأربعين. الله يخليك ويجزاكم خير وبيض الله وجهكم، والحق راتبك راتبكم بس اني عاد انا بدفعه. وشلون؟ قل لي وشلون؟ لان قالت اذا تتركب على راجح حق فانا بتكفل فيه. الله الوالد هي ايوه ام محمد كلهم قاموا علي. الله يخليك ويجزاكم خير وفرصه سعيده شفناكم. والله الله وقلت البدايه مرحبا باهل البدايه. سلام. اي والبداية شكلها تبشر بخير. يا سلام. اي نعم. راجح بدعوته سوالي دعاية وجيته مجلعد على البيت الكبير. يا مرحبا. اي ساهل راجح. ساهل الطيب. جيته مجلعد على البيت الكبير ويعلم الله ما لي اهدافا وغاية غير لبي دعوتك لي الامير. يا سلام. والتحدي طال عمرك رافع لك الف راية وراية. للتحدي رافع لك الف راية وراية. واعرف ان الملعبه نبي نسويها الحين نبي نلعب اكيد. واعرف ان الملعبه بحر الغزير. يا سلام. ايه هو يلا حي. ان بغيته طال عمرك فتل، ان بغيته نقض شقينا العبا، وان بغيته فتل نضبطك بعيد. يا سلام. عز الله ختمت والله ختمت طيب. مرحبا بك اليوم لانك انت شبيت علي وشيبت بي وانا شاب. صح زعلان والله. صح عندنا معنا حبيبنا عبد الله السب. ونعم خبير التقنيه. ونعم ابو محمد يا عبد الله ويهون الشباب من اكثر مستخدمين سناب باحتراف ما شاء الله. احنا كنا نتكلم عن التقنيه كيف انها فيها مشاكل وفيها اشياء قاعد تصير احنا ما ندري عنها، وفي صغار يستخدمونها باسلوب خطا. كان يكلمنا عنها عبد الله ولا قطعنا كلامي من قرت عليهم. والله يا اخي انا ما ادري وش اقول لك. السناب هذا وسيله اتصال بين المجتمع كله، ويكفي اننا تعرفنا على وجيه طيبه. الله يطول. هذا اللي لنا الشرف يا ابو محمد. الله يسلمك. الله يسلمك مقدار. كمل زاف. احنا وقفنا عند نقطه بسيطه انه كنا نتكلم نقول انه التحديث الجديد لسناب شات، التحديث الجديد لسناب شات اضافوا خيارات كثيره فيه، طبعا هو تحديث جذري جديد له، اضافوا ميزات جديده شغلات كثيره، لكن انه في بعض المستخدمين انزعجوا منه. كانوا يتكلمون انه المكالمات بشكل جدا مزعج لين توصلك برا. طبعا احنا شرحنا كيف انك توقف تنبيهات المكالمات من اعدادات اشعارات وتوقف الخيار الثاني من هناك حتى توقف عندك التنبيهات حقت المكالمات، ما حد يقدر يتصل عليك وانت يعني اذا انت برا البرنامج لو الناس تتصل عليك ما حد راح يجيك تنبيه عليها. لكن المشكله الاعظم انه لا زالت الناس تتساءل. طبعا احنا سوينا قبل حلقة كانت اسمها مؤامرة سناب شات، أتوقع الكل الكل أغلبكم شافها. خوفتنا. كانت شوي مرعبة الحلقة، تكلمنا فيها عن شغلات واجد. طبعا الحلقة استغرق تصويرها تقريبا 8 شهور وصار الآن 8 شهور مبثوثة، يعني صار لها أكثر من سنة الآن تقريبا. إن شاء الله. تقريبا من سنة إحنا مخلصينها وانبثت من قبل 8 شهور. يتكلمون عن موضوع الخصوصية. طبعا خصوصية سناب شات إذا هذا آخر شيء أنا أقدر أتكلم فيه وماني مراجع له مرة ثانية، لكن إنه لو ما إنه الناس في تويتر وجوني في كل مكان يطلبون أن أتكلم عن هذا الموضوع. خصوصية سناب شات حسب سياسة الخصوصية اللي موجودة حقت الشركة إنه هم ما يحفظون شيء. لكن المصيبة الأعظم نرجع لمربط القصة اللي إحنا قلناها إنه بنت انشرت صورة بنت وكلهم صغار. تمام. فإذا سناب شات ما يحفظ شيء فأنت لا تؤمن الناس اللي موجودين في سناب شات، لانه للاسف صحيح. البعض اسرارك ما تنحط عده. وللاسف احنا صرنا نستخدم سناب شات انه نضع كل اسرارنا فيه. وهذه طريقه خاطئه، لانه المفترض انه شبكات التواصل الاجتماعي ما تشارك فيها اسرارك. انا كعبد الله السبع اذا انا بغيت اجيب اي معلومه عن اي شخص ما اتعب نفسي، لا اروح اسال ولا اروح الاتصالات ولا اروح ادخل سنابه، ادخل سناب شات، ادخل تويتر، ادخل تعرف وين راح طول السنه الماضيه. الله. صح. وتعرف وش سوى وتعرف وين راح. اذكر في 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 فقره تكلمت عن الشيء هذا انه كيف تعرف سلوك الشخص حاليا من شبكات التواصل الاجتماعي. مو صعب الان انه انا اقدر اجيب عنك اي معلومه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، سهله جدا. صحيح. مجرد اسمك تمام او رقمك او اي شيء وابحث عنه
والقافلة تسير. طيب. فنرجع للمربط الأساسي حتى أختم على هذا الموضوع إن شاء الله ما أحد يرجع يسألني فيه.